فما بالهم يكفرون المسلمين؟ فما بالهم يرمون المسلمين بالشرك الأكبر ولا يرون أن أعداء الأمة محيطون بها من كل جانب، يتحيرون الفرص، يحاولون أن يستأصلوا المسلمين وأن يركعوا إخواننا في فلسطين وأن يضعفوا شوكة هذه الأمة. ثم هؤلاء الأغبياء الحمقى المكفرين للأمة يستغلون موسم الحج الذي هو عنوان التوحد وعنوان الألفة وتوحيد الكلمة ورص الصفوف لتكفير المسلمين وإعطائهم الشروط، شرطان ابن عبد الوهاب، وكأن في الأمة لم يعد هناك عالما إلا ابن عبد الوهاب وأعمى البصر والبصيرة ابن باز والضال المبتدع الألباني وابن تيمية، وخفي عن بالهم أن علماء المذهب المالكي آلاف مؤلفة، وعلماء المذهب الشافعي آلاف مؤلفة، وعلماء المذهب الحنبلي والحنفي آلاف مؤلفة. فأين أولئك العلماء؟ وأين كتبهم؟ وأين مؤلفاتهم الزاخرة بالعلوم والتقوى والتوحيد والتنزيه والفقه والتصوف والزهد والورع؟ حتى لم يبق لنا إلا هؤلاء المكفرون الذين يستبيحون دماء المسلمين. وعلى أي أساس قامت دعوة هؤلاء؟ على سفك الدماء. انظروا ماذا قال قاضي مكة المكرمة أحمد بن زين دحلان الذي عاصر قضيتهم وعاصر فتنتهم، يقول مطلب الوهابية الخوارج في عصرنا. كذلك قال ابن عابدين الوهابية الخوارج في عصرنا كيف فعلوا بالطائف؟ قتلوا حتى النساء والأطفال، و260 من المسلمين أعطوهم الأمان، أنتم في أمان، فلما نزلوا قتلوهم. وهذا في ديننا لا يجوز أن يفعل، حتى مع اليهود لا يجوز أن يفعل. لو أعطيت الأمان لإنسان، الأمان 4 أشهر، إذا انقضت تقول اذهب إلى بلدك، انقضت فترة الأمان. هؤلاء أعطوا الأمان إلى المسلمين وسموهم مشركين ثم قتلوهم عن بكرة أبيهم. لهذا سلمت بعد ذلك المدينة ومكة خوف من المجازر والمذابح التي ارتكبها الوهابية بقيادة آل سعود. هؤلاء المجرمين الذين لم يعتبروا حتى يومنا هذا أنهم محل شؤم، أينما نزلوا نزل الشؤم. نزلوا في أفغانستان فحل الشؤم والخراب والدمار والاقتتال الداخلي، نزلوا بالشيشان بعدما انتصروا على روسيا حل الاقتتال والدمار، نزلوا في الجزائر فحل الذبح وقطع الأعناق وشي الأطفال في الأفران وشوي الأطفال في الأفران. ولا ندري متى تخلص هذه المحنة، لأن هؤلاء كما سمعتم، ألم تسمعوا في الرسائل المؤخرة تكفير الحكام، تكفير المحكومين، تكفير من لم يثور على الحكام؟ هكذا يكون الوعي واليقظة لمواجهة المرحلة التي نحن نعيشها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو واحد بعض الأحيان يقول يا شيخ موفق أنت تتكلم لنا عن هؤلاء إخواني، نحن لولا ما نراه من فتن ومن إغراء ومن تغرير بالشباب المسلم ومن تفريق للصف ما احتجنا أن نرطخ هذا المنبر بهؤلاء بأسماء هؤلاء الأشرار القتلة المجرمين. ولكن للضرورة أحكام. كم مرة ومرة دعوت هذا الذي يسمى يوسف أبرام إلى المناظرة فتهرب، وهذا المسمى محمد الصومالي فتهرب، وهذا تبيان المسمى خالد ما بعرف للمناظرة فتهرب. لما يتهربون من المناظرة ونحن في بلد فيه أمن وأمان؟ نستطيع أن نعمل مناظرة علمية بالأدلة الشرعية لنقيم الحجة على من ادعى أنه من أهل السنة والجماعة. أين هم وأين أهل السنة والجماعة؟ هم أهل التجسيم. اعرف الوهابي مجسم، يقول ربنا فوق العرش قاعد، يقول الله سبحانه وتعالى له كيف، يقول الله متحرك. اعرف الوهابي انه مجسم، لا ينزه الله عن المكان ولا ينزه الله عن الجهة، ويصف الله بالحد، يقول لله حد نحن لا نعلمه الله يعلمه. هذا قال ابن أباد. هذا توحيدنا، ليس كمثلي شيء، نفي للجسمية والحد، نفي لمشابهة المخلوقات بكل الوجوه. اذا اخواني تمسكوا بالعلم، علم أهل السنة والجماعة، وبالعمل وبالإخلاص وبالتحذير من أهل الباطل والضلال،
واعرفوا أن من فرق هذه الأمة هي هذه الفرقة من 250 سنة، لما كان السنوسيين محمد السنوسي والقاضي من بعده عمر المختار وأمثالهم يدافعون عن الإسلام والمسلمين ويناصرون الدولة العثمانية العلية، السلطنة العثمانية العلية، كان الوهابيون يتآمرون مع الإنجليز ضد الإسلام والمسلمين في شبه الجزيرة العربية. هكذا كان الحال، هم تآمروا عليهم حتى أدخلوهم إلى بلادنا وطردوا العثمانيين الذين أقاموا الدين، طردوهم من بلادنا، ولذلك ومن جراء ذلك أصابنا ما أصابنا. وهم هذا ملكهم عبد العزيز هو الذي قال للسير البريطاني: أعترف 1000 مرة بأن فلسطين هي حق لليهود الفقراء، يعترف 1000 مرة، وقال هذا موقفي حتى تصيح الساعة، ويريد أن حتى تقوم، قال حتى تصيح الساعة. وعندنا الوثائق والأختام بختم ملك عبد العزيز، لكن كان يقول اتركوا لي الكلام، خذوا مني الأفعال واتركوا لي الكلام. الكلام كان يقول شيء وفي الفعل كان موافقا لهم. نسأل الله تعالى أن يغير حال المسلمين، ونسأل الله تعالى للمسلمين اليقظة والفهم حتى يبصروا العدو الداخلي والعدو الخارجي، وأننا لأمس الحاجة لرص الصفوف على أساس المذاهب الأربعة: الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، فإن الاعتصام بهؤلاء وبالكتاب والسنة به وحدة الأمة. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر. يا أحبابنا، أمانكم وعبر أثير إذاعة نداء الإيمان وأمام كل هذا الجمع من الناس، ندعو الوهابية للمناظرة العلمية العلنية أينما أرادوا، في الأماكن العامة، في الملعب البلدي، في ساحة المدينة الرياضية، في جامع العمري، في جامع الإمام علي، حتى لو أرادوا في نجد الرياض، حتى لو أرادوا عند مطلع قرن شيطانهم هذا القرن، قرن الشيطان الذي يحبه الوهابية ويدافعون عنه ويحافظون على قرن الشيطان، سيكثر بإذن الله تعالى. هذا القرن قرن ابن باز، قرن ابن عبد الوهاب، قرن ابن تيمية، قرن الشيطان، سيكثر سيحطم بالأمداد المحمدية، بالأمداد الرفاعية، سيكثر هذا القرن بإذن الله تعالى. نحن رسالة، نحن رسالة.